Bonjour à toutes et à tous chez Cuisine Mali. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer l'adobe sans alcool. C'est une recette française. Moi, je prépare pour 5 personnes. J'ai pris 1 kg de veau, 3 oignons, 2 étoiles, une feuille de laurier, du thym, 2 cuillères à soupe de farine, l'équivalent de 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, clou de girofle et de la cannelle, poivre noir, sel, 2 cubes de légumes, gingembre et de muscade et 1 kg de carottes. مرحبا بكم اصحابي وحبيبي في كوجينة مالية. اليوم نحضروا لادوب روسيت فرنسوية. روسيت هذه طيبوها ياسر ياسر في فرنسا خاصة في المناسبات في الاعياد. شنو يلزمنا الروسيت هذه؟ يلزمني كيلو نتاع عجل وتنجموا تاخذوا بقري راهي طيب البقر زاد تشكل تحفونة. مغرفتين نتاع فرينة، مقدار 5 مغارف نتاع زيت زيتونة، 3 روس بصل. النجمة هذه راهي تبان لكم الماكلة المرقة هذه بالذات، و الرند الزعتر، عود القرنفل، الفيح يلزمني القرفة وفلفل أكحل وملح وزوز مرصويات نتاع خضرة ملحية وسكين جبير والمسكار والسفنارية خديت كيلو. تنجموا تعملوا أكثر ولا أقل كيما تحبوا أنتم. تابعوني تشوفوا روسيت، هي الحقيقة تطلب شوية وقت باش تطيب وما راهي بنينة برشا. ناخذ تو الكاسرونة نتاعي، جو بخون ما كاسرول. Cette recette, ça prend un peu de temps, mais elle est très très bonne. J'ajoute l'huile d'olive. J'ajoute tous mes épices. Maintenant, je prends ma farine. Je prends la farine, la caisse de farine. Je vais vous mettre la farine. Je vais vous mettre un peu de temps. Voilà, je mélange. Je vais vous mettre. فوالا جلا شوت نحطها في المرقة نتاعي مع اللحم باش تطيب بكدا الفرينة هذا ما تطيب تخفر لكم المرقة تاعتكم. ونفا جوتي دو لو بويونت، نزيد الماء سخون يكون الماء يغلي. انا كيما تعرفوا نورمالمون نقلو، انا ما نقليش، ونحطها على النار تطيب مدة على الاقل ساعة ونص، اون اور اي دومي. ونفا لو لوسي سيغ لو فوا ابخي اون روفيان. On peut utiliser la cocotte minute si vous souhaitez. Moi, je préfère de le faire cuire doucement avec feu doux pendant 1 h 30. Après, je mets mes carottes. نجمو تحطوا كوكوت مينيت نتاعكم، راكم تنجمو في ساعة في ساعة طيبوها الروسيت هذي، مي من المستحسن اطيب لكم سلة سلة. ناخد توا كريمة البصل وعود القرنفل، نرشق عود القرنفل في البصل نتاعي باش يفوح لنا بالبكدا. Voilà, après 1 h 30 de cuisson, on va ajouter les carottes. بعد ساعة ونص ترتيب، تيب اللحم كيما تشوفو طاب، نحطو السنارية هاذيكا نتاعتنا، فوالا تيب حتى السنارية تيب، جيسكا لي كاروت سي كوي، أبخي سي بون. صاي الدوق نتاعتنا اللي كويت، كيما تشوفوا الدوق نتاعتنا حضرت، لازمها تكون عاقدة بالطريقة هذه، تكون ناشفة برشا. Voilà, elle est prête. Voilà mes amis, comme vous voyez, notre recette elle est prête, elle est magnifique. J'espère que vous avez aimé ma façon de les préparer. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Mali. Merci beaucoup et à bientôt.
كيما تشوفوا صحابي وحبيبي المرقة متاعتنا حضرة الدوب حضرة رشيد تحفونا برشا وبنينة ونأكد لكم راهي بنينة للآخر. يحضروها في المناسبات كيما احنا نحضروا خصوصي ولا الطعام في العيد بتاعنا. ان شاء الله عجبتكم الرشيد وان شاء الله تجربوها، واذا كنت تحبوا تزيدوا معها حاجة راكم تنجموا تزيدوا معها بيوغي ولا مقارونة ولا حاجة كوتي ولا خضرة اي نوع نتاع خضرة مسموطة في الماء وتحطوها باش نبعها راهي تحفونا ياسر الرشيد هذه. ان شاء الله عجبتكم ان شاء الله جربوها في ديالكم. ما تنسيش تمشيو لباج كوزين مالي وتحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي زيدي ولا الرسيت نتاعي. تبقاو على خير وان شاء الله تقبلوا في رسيتنا احسن.